هذا اللاعب يعني هو يعني حتى في التصفيات اللي لعبها الفريق لعب 6 مباريات، نعم، فاز ب4 وخسر 2، نعم، وطبعا كان من اضعف الدفاع، الفريق العراقي كان اضعف دفاع في يعني اجمالا من الفرق الضعيفه جدا في قبل 8 اهداف، نعم، سجل 9 وعلي جاسم سجل 4 اهداف، زين، من الاهداف اللي سجلناها 9. طيب، فلاعب جدا مهم. زين، اليوم تضارب، هاي هي المساله الشائكه والمعقده في الكره العراقيه. نريد نوصل للحقيقه، ما جاي نعرف. انت كلامك ترى مهم اللي قلته، انا ضحكت ابتسمت ترى من قلت النادي الايطالي فحصه وطلع كل شيء ماضي، نعم، واحنا نقول عليه مصاب. احنا نريد توضيح بشكل اكبر. لا، هو حتى زميلنا المراسل يقول اللاعب عنده رغبه بعينه، لكنه الكادر الطبي هي طلبات مستمعين يفضل عدم الخوض. هي صحيح، احنا في كره القدم اللاعب هو اعرف بنفسه، نعم، يعني دائما اللاعب هو يعرف نفسه، نعم، لكن هي مو مساله يعني اختيار لاعب، مسألة أكبر. أنت جاي تمثل المنتخب في وضع، نعم، في محفل كبير، لازم، نعم، تكون جاهز 100%. بالنسبة للكلام اللي قاله الدكتور، كلام جدا مهم وجدا راقع، عجبني في مسألة التقييم. طبعا صحيح، أنت لما تستدعي اللاعبين، وهاي وأنا قلت لك قيمة الفرق باللاعبين الثلاثة اللي راح يلعبون، نعم، هم قيمتهم بهاي يشكلون إضافة لأنه، نعم، على مستوى الخبرة، نعم، وعلى مستوى المستوى البدني، نعم، مستوى الخبرة ومستوى الدوافع اللي يحطوها القادة في الملعب. طيب، شلون يدفعون الفريق. وذكرت لك الأسماء مع المنتخب المغرب ومنتخب هاي، طيب، ومنتخب الأرجنتيني، نعم. اليوم احنا اختياراتنا يعني مع احترام وتقديري لهاي الاختيارات، بالفعل هناك يعني مسألة، يعني أنا يمكن يعني أضع عليها أكثر من علامة استفهام في الاختيارات هذه. أنت بالنسبة إلى سعد ناطق لو إجينا لكل ما لعبه في هذا الموسم، ما كان حتى يكمل موسم حتى في نادي السعودي، نعم، ما يكمل، نعم، لأنه الولد الظاهر عنده إصابة، يعني قديمة كانت جديدة، أنا ما أدري، بس أنت لابد أن يكون التقييم بشكل أفضل، نعم.